السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم؟ وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى، والنهاردة موضوع فيديو النهاردة اللي هو الخميرة وفوائدها للحمام. لكن احنا طبعا اتكلمنا عن الخميرة كتير، لكن انا عامل الفيديو النهاردة علشان انا كنت بدور على النوع الخميرة ده، وانا جبت نوع سهل جدا في الاستعمال. احنا هنشوف مع بعض ونشوف طريقة الاستخدام في الخميرة اللي معانا النهاردة. ده نوع الخميرة اللي معانا النهاردة. الازازة دي عبوة بيطري، تمنها 25 جنيه. زي ما حضرتكم شايفين مكتوب فاتح للشهية، منشط للجهاز الهضمي، زيادة معدلات التحويل الغذائي، طبعا للاستخدام البيطري، يعني زيادة معدلات التحويل يعني هيضاعف عندك الحجم. طبعا احنا كنا بنستخدم الخميرة بعد المضادات الحيوية وبعد مضادات اللي هي طارد الديدان، ادوية الديدان والمطهرات المعوية يا جماعة، اللي هو الفلاجيل او الامريزول. يبقى الخميرة زي ما قلنا بعد المضادات الحيوية ايا كان نوعها، طبعا ده كوليبريم، وبعد ادوية الديدان. دي الحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده، دول ادوية الديدان كلهم زي ما قلت لك ايا كان نوعها هتستخدم بعدهم خميرة، وبعد المطهرات المعوية اللي هي فلاجيل او امريزول او كابكت او انتينال او دايكس. الخمس حاجات دول احنا بنستخدمناهم قبل كده للحمام، فهم يعتبروا مطهرات معوية، يبقى لازم تأتي بعدهم الخميرة. الخميرة اللي معنا زي ما قلنا لحضرتك النوع السائل ده ازازة. انا كنت ببحث عن النوع السائل ده ليه بقى؟ كنت ببحث عن نوع سائل لان اسهل بكتير من الانواع اللي هي استخدامها، الانواع اللي هي البيطرة. طبعا النوع ده بيطري. في كمان النوع اللي هو كنت بستخدمه قبل كده، ده هو خميرة بيطري، ده كيس بودرة كنا بنضيفها على الكلفة بتاعة الحمام، لكن ما تضمنش طبعا ان الحمام هتوصل للحمام لان هي بودرة، فلما تضيفها على كلفة الحمام الحمام هياكل الكلفة ويسيب الخميرة، مش هيستفاد منها كلها. في كمان اللي هي الخميرة اللي هي القطع، خميرة المخابز، ان انت ممكن تجيب قطعة خميرة صغيرة وتدوبها في شوية ماء سخنين ومعهم معلقة سكر، وبعد كده تضيفهم في المسقة زي دي. اما السائل العبوة السائلة دي ممتازة جدا، انت هتاخد منها سنتي وتضيفه على لتر مية، ومفيش اسهل من كده، سواء مربي جماعي او مربي فردي، حط منها سنتي مع مية الشرب، حاجة سهلة جدا ومفيش منها اي تعب. كده يكون موضوع فيديو النهاردة. ارجو يكون عجبك الفيديوهات القصيرة دي. لو عجبك الفيديوهات بالطريقة القصيرة دي اكتب لي في التعليقات واعمل لايك للفيديو ما تنساش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.